لتسليط الضوء على مستجدات الملف السوري معنا من لندن الكاتب الصحفي السوري سيد زياد المنجد. أستاذ زياد مرحبا بكم. بداية، مصادر عن النظام السوري تؤكد دخول قوات تابعة له إلى عفرين في الساعات أو في خلال ساعات قادمة، ماذا تعني هذه الخطوة؟ يعني مما لا شك فيه أن النظام السوري يحاول أن يسترجع ما فقده من الأراضي السورية، وبقي هنالك غوط دمشق وشمال سوريا إضافة إلى إدلب. يعني كلنا نعلم أن النظام السوري خسر هذه الأراضي وأصبحت تحت سيطرة الأكراد في الشمال والثوار في الغوطة الشرقية، وقد وجدها مناسبة لكي يستعيد سيطرته على منطقة عفرين وهي جزء من الشمال السوري. ولكن يعني قال النظام السوري أن قوات شعبية تابعة له، وهذا يعني بشكل أو بآخر أنها ميليشيات قد تكون إيرانية وقد تكون ميليشيات من حزب الله إضافة إلى ميليشيات تابعة له، وبالتالي لا يمكن أن يسيطر على كل الأراضي الأكراد. ما مدى إمكانية حدوث مواجهات بين تركيا والنظام السوري؟ اليوم الأتراك حددوا وقالوا إذا دخلت قوات النظام السوري إلى منطقة عفرين فإن ذلك مؤشر على بداية تقسيم سوريا، وقالوا أننا نقبل بتواجد قوات النظام السوري في عفرين لقتال الإرهابيين الأكراد، وغير ذلك فإننا مستعدون للمواجهة معهم، مما يعني أن هنالك مواجهات واستمرار للقتال بين الأتراك وبين الإرهابيين المدعومين من قوات النظام، وقد تتطور الأمور إلى 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 حروب مستمرة قد لا تنتهي. ما مدى رضا الأطراف الدولية على دخول النظام السوري عفرين؟ يعني لا شك فيه من خلال مجريات السبع سنوات الماضية أن النظام العالمي كله متآمر على الشعب السوري ويدعم النظام السوري، وبالتالي على مبدأ دعهم يفعلون ما يريدون، المهم أن مكاسب هذه الأطراف سواء كانت روسية أو أمريكية أو إيرانية أو دول أخرى تتحقق، فهم ليسوا بوارد يعني تقييم ما الذي سيجري إذا ما تدخل قوات النظام إلى عفرين، المهم أن استمرار القتال على الأرض السورية هو مطلب إسرائيلي بالدرجة الأولى ومطلب روسي وإيراني وأمريكي من أجل بداية تقسيم البلد، فالكل يعني يهمه مصلحته، لا يمكن لأحد من الخارج أن يأتي لمساعدة الشعب السوري، هو يأتي من أجل تحقيق مصالحه، وبالتالي لا يمكن. طيب أستاذ زياد، هذه الخطوة إلى أي مدى تتوقع أنها ستؤدي ربما إلى انسحاب الميليشيات الكردية من هناك كما تريد تركيا؟ لا شك أن أمريكا تحاول أن تصنع جيبا كرديا في شمال سوريا كالجيب الكردي في شمال العراق، وبالتالي الدعم الأمريكي هو دعم مستمر، وإذا استطاعت تركيا أن تخلي منطقة عفرين من الأكراد فإن الجيب الكردي سيستمر على طول شمال سوريا، وبالتالي روسيا لا تستطيع أن تفعل شيئا، ونعلم قبل أيام كيف تعرضت القوات الروسية وقوات النظام لهجمات من الطيران الأمريكي وذهب عدد كبير من القتلى منهم. الكل كما قلت لك يعمل من أجل تحقيق مصالحه على حساب طيب. أرضنا وعلى حساب يعني ما شكل هذه المصلحة في التناقض؟ على ما يبدو هناك تناقض كبير، من جهة القوات الأمريكية تقصف رتلا للنظام تقدم نحو مناطق سيطرة الميليشيات الكردية في دير الزور، الآن الميليشيات الكردية تطلب من النظام الدخول إلى عفرين، كيف نفهم هذا التناقض؟
يعني لا، نحن نعلم أن القوات الكردية لولا الدعم الأمريكي لما استطاعت أن تغزو هذه المنطقة كلها وتسيطر عليها، وهنالك فيديوهات سربت أن معركة الرقة التي قالت أن القوات الكردية حررت الرقة كانت هي عبارة عن فيلم هوليودي تم بنقل داعش باتفاق أمريكي كردي إلى منطقة دير الزور. فهذه القوات الكردية لا يمكن لها أن تستمر إلا بدعم كردي، وروسيا لا يمكن أن تفعل شيئا. اليوم الروس يقولون أن مستقبل الحرب في سوريا متوقف على خطط الولايات المتحدة الأمريكية. فالكل، أنا متأكد أن كل الأطراف لم تعد تستطيع أن تتخيل الصورة التي يمكن أن تنتهي بها الأزمة، أزمة الشعب السوري، وبالتالي سيستمرون بالقتال كما قلت لك، ولن ينجي الشعب السوري من القتل سوى قدرة إلهية. مع هذا القصف العنيف أستاذ زياد على الغوطة الشرقية، أين سينتهي المطاف بالغوطة مع ترحيب لافروف بمصير يشابه مصير حلب؟ يعني أعتقد أن بلدات الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 7 سنوات، يعني إذا ما استمر هذا القصف، هنالك أكثر من 1000 صاروخ وراجمات صواريخ تدك الغوطة الشرقية منذ يومين إلى الآن. إذا ما استمر هذا الزخم في النيران على الغوطة الشرقية، فإن ذلك سيؤدي إلى يعني اتفاق كما قال لافروف على شكل اتفاق حلب، وبالتالي إخلاء هذه المدينة لا سمح الله وتسليمها إلى النظام. أستاذ زياد، مستشار خامنئي طالب بعقد اتفاقيات طويلة الأمد في سوريا من أجل تعويض ما أنفقته طهران في الحرب، ما المقصود من ذلك؟ يعني لا شك أننا نعلم أن الإيرانيين يعني لديهم مشروع، وهو مشروع طائفي، لولا يعني إذا ذهبت سوريا من أيديهم لا يمكن أن يحققوه، ويحسدون الروس على أنهم بتدخلهم في سوريا استطاعوا أن يحصلوا على قواعد عسكرية وعلى عقود نفطية، فهم لا يريدون القواعد العسكرية ولا يريدون العقود النفطية، هم يريدون سوريا كلها حتى يكتمل الهلال الشيعي من طهران إلى بيروت، وبالتالي هم يحاولون قدر الإمكان أن يفرضوا سيطرتهم سواء عن طريق القوة على الأرض أو عن طريق اتفاقيات بين سوريا وبين النظام الإيراني. شكرا لك أستاذ زياد المنجد، الكاتب والصحفي السوري.